نسعد بالاتصال بالملازم كريم بن فحصي المكلف بالإعلام والاتصال لدى المديرية العامة للحماية المدنية. الأكيد سيدي أهلا بك، تدابير وتحضيرات لهذا الموسم سيد كريم، صباح الخير. تحية صباحية عطرة لك، تحية متبادلة مع كل الزملاء والزميلات في الاستوديو، صباح الخير كل من يتابعنا عبر قناة الحياة في كل أرجاء الوطن. طبعا المديرية العامة للحماية المدنية تحسبا لموسم الاصطياف للسنة الجارية وبناء على دراسة تشريحية لمختلف التدخلات للسنة الماضية، سواء ما تعلق بحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية أو خطر السباحة في السدود والبرك والمجمعات المائية أو من جراء الحوادث المرورية باستعمال الغاز العقلاني لدراجات نارية، هناك جملة من التدخلات من الأرقام من الوفيات من الجرحى سجلت السنة الماضية خلال موسم الاصطياد. وبناء على تعليمات سيد المدير العام للحماية المدنية العقيد ولا مغلاف، هذه السنة تمت على مستوى مقر المديرية العامة عدة اجتماعات ماراثونية تحت إشراف سيد المدير العام والسادة الضباط السامون للمديرية العامة من أجل وضع استراتيجية محكمة استعدادا لموسم الاصطياف لهذه السنة، حيث وضعت مجموعة من المحاور كنقاط عريضة أو خطوط عريضة ستكيف حسب خصوصية كل ولاية، وكانت على النحو التالي: أولا، تحضير لإطلاق حملات توعوية تحسيسية لخطر السباحة في السدود والبرك والمجمعات المائية، خاصة أننا نعرف الولايات الداخلية ترتفع فيها درجة الحرارة، شيء الذي يدفع بالشباب والأطفال والقصر إلى الولوج إلى هذه النقاط التي تسمى بنقاط الموت، خاصة أنه السباحة في السدود والبرك هي سباحة ممنوعة، وبالنسبة للقصر هي بالنسبة لهم استجمام وترفيه وسباحة. فستطلق المديرية العامة للحماية المدنية بحر هذا الأسبوع حملات توعوية تحسيسية بهذا الشأن موزعة على مستوى المرابر الإعلامية والفضاء التلفزيونية، وكذلك قوافل جوارية تحسيسية إلى المجمعات السكنية المحاذية إلى الأودية والسدود وهذه النقاط التي فيها برك مائية، ناهيك عن تنشيط ندوات تحسيسية على مستوى دور العبادة والمساجد وكذلك المؤسسات التربوية قبل خروج الأطفال من الفصل الثالث أو الفصل الأخير من الدراسة. المحور الثاني في هذه العملية أو في هذه الاستراتيجية يتعلق بمرافقة الفلاحين خلال انطلاق موسم الحصاد والدرس من أجل الحفاظ على المحصول الزراعي وعدم إتلافه بسبب تصرفات ربما تكون في بعض المرات عفوية أو سلبية في آلة الحصاد خلال عملية الحصاد والدرس تقضي على محاصيل زراعية لمساحة شاسعة. ثم المحور الثالث في هذه العملية وهو تنصيب الأرتال المتنقلة الخاصة بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، وكذلك تنصيب المفرزات الجهوية التي تعتبر وحدات دعم وتدخل أولي لإخماد الحرائق الخاصة بالغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل. المحور الرابع أو النقطة الرابعة في هذه الاستراتيجية وهي توعية الشباب والمواطنين من ما يسمى بخطر حوادث المرور من جراء الاستعمال الغير عقلاني للدراجات النارية، ونحن نعرف أنه في فصل الاصطياف تزيد حركية المرور بالنسبة للدراجات النارية خاصة مواكب الأعراس وكذلك الولوج إلى الشواطئ وظهور مواكب أخرى تتعلق بالامتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، فتكون هذه الفئة من الشباب الذين يستعملون الدراجات النارية من دون استعمال وسائل الحماية الفردية كالخوذة واللباس الخاص بالدراجة النارية ينجر عنه لا قدر الله سقوط من على الدراجة النارية ينجم عنه جروح وكدمات ولا قدر الله حتى بعض المرات وفيات. فهذه النقطة لها جملة من الحملات التحسيسية والتوعوية في ذا الشأن. ثم نمر إلى محور آخر يتعلق بأخطار البحر والألعاب المائية، وإحنا موجودين في شهر جويلية إن شاء الله راح تكون أعداد كبيرة من المواطنين سينزلون إلى الولاية الساحلية من أجل التخييم ومن أجل الترفيه والاستجمام والسباحة. فالمديرية العامة للحماية المدنية سطرت في هذا الشأن كذلك جملة من العمليات التوعوية والتحسيسية لمرافقة المصطافين خلال فترة الاصطياف من دون تسجيل غرقة ودون تسجيل تدخلات في هذا الموضوع. جميل جميل. ثم لدينا كذلك محور آخر يتعلق ب توعية المواطنين والأهالي والأسر في الولاية الجنوبية لتفادي ما يسمى بلدغات العقرب أو التسمم العقربي. فكذلك في هذا الشأن هناك برنامج خاص بهذه الولايات من أجل حماية أبنائهم والأهالي من خطر اللدغات الخاصة بالعقرب والأفاعي وغيرها. سيد الملازم سيدي كريم، مناصفة بين مصالح الصحة والتجارة يتعلق بالتسمم الغذائي
فيما يخص التسمم الغذائي، ليس كذلك سيد كريم بن فحصي؟ أنا أريد أشير إلى نقطة بالنسبة للاستراتيجية والخطة المتخذة من قبل المديرية العامة للحماية المدنية. هناك يعني تختلف من منطقة وولاية إلى أخرى، ما هي المناطق ربما الموضوعة إن صح القول في الخانة الحمراء التي ستكثف فيها هذا النوع من الحملات؟ والله سيدتي الفاضلة، احنا كل البرامج التي وضعت في هذه الاستراتيجية معنية بها كل ولاية الوطن 58 ولاية، إلا أنه ربما يكون التركيز أكثر على الولايات الساحلية باعتبار أن في هذه الفترة تستقبل عدد كبير من المواطنين من مختلف ولايات الوطن اللي يجيو إلى الولايات الساحلية من أجل الترفيه والسباحة والاستجمام، فالعمل يكون كثير ومكثف في هذه الولايات لتوعية التجار وتوعية المواطنين لتفادي ما يسمى بخطر التسممات الغذائية، خاصة في المبيعات والمواد المستهلكة سواء اللي نتناولوها أو لتستعملها السيدة الفضليات مثل أدوات الزينة. كذلك هناك عمل توعوي تحسيسي آخر يتعلق بحفظ النفس البشرية من الهلاك والبيئة والممتلكات، خاصة وإحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، وين راح نشوف عائلات ونوادي وجمعيات تدخل إلى المجمعات الغابية من أجل العيش في حياة الخلاء، وفي نفس الوقت إيقاد مواقد الطبخ التي ينجر عنها لا قدر الله حرائق الغابات والمحاصيل الزراعيه، وهنا راح يكون عمل كبير للمصالح الحمايه المدنيه. يعني نرى ان سيد كريم بن فحصي ان الحملات التحسيسيه هي على طول العام موجوده من قبلكم سيد بن فحصي، لكن في الاخير نسجل حوادث سواء كانت حوادث مرور او حرائق او فيما يخص، لما يرجع دائما هذا السبب؟ لما يرجع سبب كل ذلك سيد بن فحصي؟ والله سيدتي الفاضلة، نحن كمديرية عامة للحماية المدنية برنامجنا التوعوي والتحسيسي ما يتوقفش طيلة السنة، ومصداقا لقوله تعالى فذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين، فإحنا نشتغل دائما مع مختلف فئات المجتمع المدني لنذكرهم بالإجراءات الوقائية التي من شأنها تحفظ النفس البشرية والبيئة والممتلكات من الهلاك. فوجودنا في المرابر الإعلامية وفي دور العبادة والمساجد وفي قوافل الجوارية مباشرة، الهدف منه هو رفع الوعي الوقائي أو غرس الوعي الوقائي عند مختلف تشكيلات المجتمع المدني من خلال نصائح وإرشادات وتوجيهات يقدمها إطارات الحماية المدنية في مختلف المرابر وفي مختلف أرجاء الوطن. أعانكم الله سيادة الملازم كريم بن فحصي المكلف بالإعلام والاتصال لدى المديرية العامة للحماية المدنية، وجعلكم ذخرا للبلاد والعباد. نسأل دائما السلامة، وتبقى الوقاية خير من العلاج.